لعبة Five Nights at Freddy's Security Breach هي اللعبة الأولى في السلسلة تقدر تتحكم بالشخصية فيها بشكل كامل، وبرضه تقدر أنك تستكشف عالم اللعبة، وهذا الشيء اللي راح يؤدي أنها تكون مليئة بالأسرار والخفايا. السلام عليكم، معاكم عمر، واليوم راح أوريكم 5 أسرار مخفية اللي من الممكن أنك ما لاحظتها في لعبة Five Nights at Freddy's Security Breach. وطبعا كالعادة اليوم عندي لكم تحدي، واللي هو انه لو وريتكم معلومة ما كنت تعرفها لازم انك تنزل تحت وتشترك، واذا استمتعت بالمقطع فعل زر الجرس وحط لايك، وطبعا ما هو شيء اجباري والشيء راجع لك. وبرضو حاب انوه انه راح يكون في حرق في هذا المقطع، فبدون ما نطول في الكلام خلينا ندخل على المقطع. رقم 5، الغرفة السرية. لكل اللي لعب اللعبة على الأغلب أنه حصل على نهايات مختلفة، وهذا بسبب اختياراتك في اللعبة وتقدمك. وإحدى هذه الاختيارات اللي ممكن أنك تسويها وتحصل على نهاية مختلفة هي التطويرات اللي ممكن تركبها في فريدي. ممكن أنك تسوي فايت مع كل الزعماء وتهزمهم، وبالتالي تركب جميع التطويرات اللي جبتها منهم في فريدي، وهذا الشيء يؤدي أنك راح تقدر تفتح مناطق جديدة. إحدى هذه المناطق هي الغرفة السرية. طبعا عشان تدخل لهذه المنطقة لازم يكون عندك جميع التطويرات، وإحدى هذه التطويرات الفويس بوكس اللي راح تقدر تحصل عليها إذا هزمت الزعيم هذا. لما تجي عند هذا الباب راح تحصل شيء وكأن سبيكر أو مايك على يمين الباب، واللي ما راح يخليك تفتح هذا الباب إلا لو كان عندك باسورد أو شفرة بالصوت. لكن بحكم أنك طورت فريدي وركبت الفويس بوكس راح تقدر أنك تستخدم هذا التطوير عشان تفتح الباب. بعد ما تفتح الباب تقدر أنك تستخدم الفلاش حق الكاميرا عشان يفتح لك غرفة سرية. لما تدخل على الغرفة راح نلاحظ انها نفس الغرفة اللي في جزء Five Nights at Freddy's Sister Location، لكن الشيء المثير للاهتمام هو مشغل الأقراص الفيديو هذا اللي معلق على الجدار، والشيء اللي راح يقودني للنقطة اللي بعدها. رقم 4، أقراص الفيديو. إذا قدرت أنك تحصل على تطويرة العيون وتركبها على فريدي، واللي راح تقدر أنك تحصلها إذا هزمت هذا الزعيم، راح تقدر أنك تشوف أقراص فيديو مخفية موزعة حول الماب حق اللعبة إذا كنت داخل فريدي. في بعضهم تقدر أنك تجمعها بشكل جدا سهل وواضح، والبعض لازم أنك تدور في كل جزء من الماب عشان تحصله، لكن في بعض اللاعبين حصلوا جميع أقراص الفيديو بالفعل، وعددهم كلهم كان 16، وجميع أقراص الفيديو هذه ما عليهم أي اسم أو أي شيء يدل عن إيش تتكلم هذه الأقراص، بس كل اللي نعرفه هو علامات الاستفهام هذه اللي موضوع على كل قرص فيديو. لكن الشيء المثير للاهتمام أنه لو قدرنا أنه نهزم الزعيم اللي نقدر نجيب منه الفويس بوكس، وبكذا يكون عندنا تطويرة العيون على فريدي ونقدر نشوف الأقراص الفيديو المخفية، وبنفس الوقت راح يكون عندنا تطويرة الفويس بوكس واللي راح نقدر من خلالها أنه ندخل على الغرفة السرية. وإذا جربنا وحطينا أقراص الفيديو اللي جمعناها جوا مشغل الأقراص اللي كان معلق على الجدار، راح نقدر بالفعل أنه نشغله ونسمع على إيش يحتوي. طبعا بس حاب أنوه أني ما قدرت أني أجمع جميع أقراص الفيديو اللي عددهم 16، لكن في مقطع ليوتيوبر قدر أنه يجمعهم بشكل كامل، وبناء عليه راح أتكلم شوي عن محتوى هذه الأقراص والرسائل المخفية اللي فيها، لكن ما راح أعرض أقراص الفيديو هنا. إذا حابينكم تسمعوها 16 كاملة راح أحط لكم رابط المقطع في الديسكريبشن تحت. طبعا إذا سمعت أول 3 أقراص راح تعرف على طول أنه هذه التسجيلات لجلسة علاج نفسي، واللي قاعد يتم علاجه هو فينيسا، وفينيسا هي حارس الأمن الخاص بهذا المكان. بس لو نكمل ونسمع باقي الأقراص راح نلاحظ في رقمين قاعدة تتكرر في أسماء الأقراص هذه. الرقمين هذول هم 46 و 71، وكأن في مريضين مختلفين وجلسات علاجية مختلفة. يعني الجلسات هذه مو بس لفينيسا، بل برضه في مريضة ثانية قاعدة تتعالج. ونعرف طبعا أن المريضة رقم 46 هي فينيسا، و71 مريضة ثانية. لكن لو ندقق أكثر راح نشوف أنه فينيسا والمريضة رقم 71 اثنينهم مروا بنفس الأحداث بحياتهم، أنه أبائهم انفصلوا عن بعض وواحد منهم رفع قضية على الثاني وباقي القصة. فإيش لو المريضة رقم 71 عبارة عن توأم فينيسا، ويمكن تكون هي نفسها فاني، الأرنب هذا اللي يظهر بشكل متخفي؟ أتوقع هذه النظرية راح خليها لمقطع ثاني. رقم 3، النهاية السرية. البيتزا بليكس فيه كثير من المناطق اللي تكون مليئة بالأركيدز، تقدر تشوف الكثير من آلات الأركيد في هذه المناطق، بس الشيء اللي ممكن انك ما كنت تعرفه هو انك تقدر تلعب بعض من آلات الأركيد هذه، وواحدة منهم لها دور في قصة اللعبة،
وإحدى آلات الأركيد هذه هي برينسز كويست، واللي في منها ثلاث آلات أركيد موزعة حول الماب. لكن إذا لعبتها كلها وخلصتها راح يظهر لك نهاية مختلفة وأسرار وقصة مختلفة. وأسلوب اللعبة والتقدم فيها زي أساليب ألعاب زمان، وتلعب بشخصية الملكة اللي لازم أنك تتخطى أو تقتل الوحوش وتحصل على المفاتيح وتفتح مناطق جديدة وصولا لنهاية اللعبة. لكن الشيء المشترك بين الثلاث ألعاب هذه اللي في آلات الأركيد إن الملكة لازم دايما إنها تنقذ نفسها. ونشوف في نهاية اللعبة الثالثة اللي في آخر جهاز أركيد إن الملكة هذه هي فينيسا أو فانيا، وعشان تفتح النهاية السرية هذه لازم إنك تحصل مخبأ فاني السري، وبرضه لازم تتأكد إنك لعبت برينسس كويست 1 و 2، واللي راح تقدر تحصلهم حول البيتزا بليكس لما توصل لنهاية اللعبة. وانت محصل مخبأ فاني وعلى وشك انك تطلع من المكان راح تحصل خيار جديد، واذا لعبت اللعبتين السابقة راح تقدر بالنهاية انك تلعب اللعبة الثالثة اللي في مخبأ فاني. اللعبة الثالثة تظهر فينيسا، توضح ان فينيسا قاعدة تتحول لفاني، وفي نهاية اللعبة نشوف هذا الباب الضخم اللي راح نقدر نفتحه. وبعد ما تفتح الباب راح تظهر معاك النهاية السرية على طول. وبعد ما ينتهي كل هذا واضح ان فينيسا وغريغوري يخرجوا مع بعض من البيتزا بليكس، واضح ان فينيسا باين انها طبيعية. واتوقع ان في كثير من التلميحات الخفية في لعبة برينسس كويست عن مين هي فاني ومين فينيسا. رقم 2، الغرفة السرية الثانية. لو قدرت انك تخلص اللعبة بشكل كامل واخترت في نهاية اللعبة انك تبغى تظل في البيتزا بليكس عشان تستكشف اكثر في المكان، راح تقدر انك ترجع لمنطقة الديكير اللي فيها هذه الشخصية اللي هي عبارة عن الشمس والقمر. لكن لو رحت من طريق ثاني راح تحصل هذه اللوحة الغريبة اللي فيها عدد من شخصيات لعبة Five Nights at Freddy's، بس برضو باين وكأن عيونهم حقيقية وقاعدين يطالعوا فيك. وبالحقيقة هذا عبارة عن تلميح ان في مجسمات ولوحات لهذه الشخصيات موزعة حول البيتزا بليكس. ولما تروح عند واحد واحد وتصوره بالفلاش حق الكاميرا راح نشوف ان بطريقة ما عيونهم تبدأ تضيء. لكن الشيء المثير للاهتمام انك لو رجعت للوحة هذيك راح تحصل ان نفس الشخصية اللي خليت عين تضيء صارت عين تضيء في اللوحة هذه كمان. ولو كملت زي كذا على باقي اللوحات والمجسمات اللي موزعة حول البيتزا بليكس وصورتهم بالفلاش كلهم ورجعت مرة ثانية للوحة راح تحصل انه عبارة عن باب سري وراح يفتح معاك على طول. بصراحة المعلومة هذه اكتشفتها بالصدفة، بس طلع من جد انه هذه اللوحة عبارة عن باب سري، والباب السري هذا يؤدي الى غرفة سرية في منطقة الدي كير. لما ندخل ونستكشف في هذه الغرفة راح نحصل المكان وكأن في احد عايش فيه. لكن الشيء المثير للاهتمام هو هذه الرسومات اللي معلقة على الجدار. احدى هذه الرسومات هي هذه الرسمة اللي واضح فيها ولد صغير جنب رسمة لفريدي، ومكتوب فوق الولد الصغير كلمة ميه يعني انا. ونحن نعرف ان فريدي قاعد يساعد غريغوري، ونشوف انه هذا الولد يشبه غريغوري بشكل كبير، ففي احتمال جدا وارد انه هذه الرسمة رسمها غريغوري، وانه هذه الغرفة اللي نحن فيها الحين هي الغرفة اللي يعيش فيها غريغوري نفسه. بس لما نستكشف المكان زيادة راح نشوف آلة الأركيد هذه بزاوية الغرفة، الشيء اللي راح يقودني للنقطة الأخيرة. رقم 1، تلميحات خفية في اللعبة. لما تروح عند آلة الأركيد هذه اللي بزاوية الغرفة راح تلاحظ انك تقدر تلعبها، واللعبة عبارة عن ولد ماسك بالونات ولازم انك تتحكم فيه عشان ما يضرب في الارض او في السقف او في اي شيء ثاني ويروح عليه بالونة من هذه البالونات. يعني اللعبة شبيهة تقريبا بلعبة فلابي بيرد، خاصة التحكم بالشخصية. وطبعا اذا راحت عليك كل البالونات راح تخسر ولازم انك تعيد مرة ثانية. لكن الشيء المثير للاهتمام ان حتى هذه اللعبة فيها تلميحات واسرار خفية، وواحدة من هذه الاسرار هي اثناء تقدمك في اللعبة راح تلاحظ الشيء يشبه الجليتش في احدى المجسمات اللي حولك في اللعبة، وممكن انك تشوفها في احدى هذه العواميد. ولما تحاول انك تروح عند هذا الشيء راح تشوف نفسك في مكان غريب ومظلم. تبدأ موسيقى اللعبة بأنها تصير مرعبة وكأن من جد صار في جليتش في اللعبة، بس سرعان ما يتم نقلك للعبة الأصلية. وعشان تبقى في مكان الجليتش هذا لازم انك تتبع هذا المسار وما تنحرف عنه، وراح تستمر باللعب في هذه اللعبة المقلتشة، ولما تستمر شوي في هذا المسار راح توصل لنهاية اللعبة. وفي نهاية اللعبة نشوف كلمة Good Night تظهر في الشاشة،
وبعدها ننتهي من اللعبة. وفي كثير من التلميحات الخفية في هذه اللعبة المقلتشة، واحدة من هذه التلميحات هي أن لما تلعب اللعبة من غير ما تدخل في الشيء هذا اللي يشبه الجليتش، راح تشوف الشخصية عبارة عن ولد صغير وكأنه يشبه غريغوري. وممكن تكون هذه تلميحة خفية ثانية أنه هذه هي الغرفة اللي يعيش فيها غريغوري. لكن الشيء المثير للاهتمام أن بعد ما ندخل في الشيء هذا راح نشوف أن الشخصية اللي نلعب فيها تبدلت وصار شعرها أشقر وشكلها غريب، وكأن نشوف أنها صارت تشبه فينيسا. فمن الممكن جدا أنها تكون هذه تلميحة أن في توأم شرير لفينيسا. فيب، هذه 5 أسرار مخفية ممكن أنك ما لاحظتها في لعبة Five Nights at Freddy's Security Breach. بالرغم من هالشيء في الكثير والكثير من الأسرار والنظريات اللي راح أتكلم عليها في المقاطع الجاية، ومتأكد أنه لسه برضو في كثير من الأسرار اللي لازم أحصلها في اللعبة. فإذا ما تبغى أنك تفوت النظريات والأسرار الجاية عن اللعبة، انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس. شكرا على المشاهدة، ونشوفكم في المقاطع الجاية.